طيب سمحت بتصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قالت إن الاعتداءات الغربية بشأن تخطيط موسكو لشن هجوم على أوكرانيا باطلة. هذه تصريحات دبلوماسية، لكن على الأرض سيد الأفندي هناك حشود عسكرية روسية وصل إلى 100,000 على الحدود مع أوكرانيا، وهناك مع أيضا دخول أيضا بيلاروسيا على خط هذه الأزمة. كيف يمكن أن نقارن اليوم أن نقول بأن والله ادعاءات الغرب بأن روسيا لا تسعى لحرب مع أوكرانيا، لكن بنهاية الأمر الواقع يقول أن هناك حشود عسكرية على الأرض؟ كيف يمكن تفسير ما يجري الآن يعني ختاما معك؟ أول شيء التصريحات الروسية هي محقة 100%، يعني حتى باعتقادي أن جيم ساكي الناطقة باسم البيت الأبيض إذا سألوها الآن عن البحر الميت هل هو موجود؟ طبعا هو موجود، وأعتقد أن قتلته روسيا، هو مات مني قتلته روسيا. طيب يعني الآن دكتور أفندي في عندك 100,000 100,000 هذه حرب، يعني هذا ربما طبول حرب، يعني كما يشاع في على مواقع التواصل الحروب هذه ليست طبول حرب، تقرع وساعات وأيام قليلة تفصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذه ليست طبول حرب صديقي، هناك اتفاقية مينسك خرجت منها أوكرانيا وصلحت عدة مرات وبدأت تحشد قواتها وتتسلح، وكله خارج عن اتفاقية مينسك. ماشي، فهذا يعني كله تخرج روسيا تحشد قواتها على حدودها، في حال إذا هجمت على حلفائها يمكن التدخل، وهي رسالة غير مباشرة. ولكن أين الحشود؟ ليست في الدباس، يعني لو كان نقول في محاولة تسليح الدباس، في حشود عسكرية في الدباس، نقول أن هناك يعني حرب يمكن أن تأتي، ولكن حشود في أراضي روسية سياحة، يعني سياحة في النهاية، يعني هذه الأرقام الكبيرة سيد دكتور محمود، يعني سياحة هي عبارة عن مثال لتغيير الموقف، لإعطاء يعني حشد عسكري. يعني من بدأ بالحشد العسكري؟ بدأ الحشد العسكري أوكرانيا، بدأت تحشد على حدود الدنباس، فردوا الروس عن طريق الحشد. ماشي، كل واحد بيحشد على أراضي، أوكرانيا حشدت على أراضيها، ماشي، والروس حشدوا على أراضي تحضيرا اللي حصل شيء ما إذا خرجوا عن الاتفاقية، لأن روسيا يعني رسالة سياسية، رسالة سياسية فقط، أم هي هناك نية لروسيا بالتدخل واجتياح هذا الإقليم، إقليم أوكرانيا الدنباس؟ صديقي ليست روسيا بحاجة إلى اجتياح أوكرانيا بسهولة، في أقول لك يعني إذا دخلت بس قوات الدنباس، سلحوا فقط دخلوا قوات الدنباس، ستخضع كل شرق أوكرانيا إلى روسيا، سبب واحد فقط، لأن هذه المنطقة كلها روسية. مين بيسلحهم؟ هم بيسلحوهم الروس هذاك الوقت، ماشي، ما في داعي لدخول قوات. الأوكراني ليس لها جيش، ليس لها جيش قوي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحاضنة الشعبية في شرق أوكرانيا، يعني من خاركوف إلى أوديسا، حتى من الاعترافات الروسية، حتى اعترافات أوكرانية، قالوا أنه إذا حصل اجتياح المناطق فعليا ستتنازل إلى روسيا. دكتور محمود، لأنهم مواطنين روس، هل شرق أوكرانيا كله روسيا صحيح؟ يعني التحليلات والتوقعات لن تنتهي حتى يعني طبعًا. ربما يجتمع الأطراف على طاولة واحدة، أو ربما لا أحد يدري، ربما أهم شيء حتى دخول في اشتباكات، لكن باعتقادك كيف ستنتهي هذه الأزمة بأقل من دقيقة؟ تفضل. الأزمة ستنتهي عبارة إذا بدأت الحوار الفعلي بين الأطراف، لأن الحشد العسكري لن يعطي أي نتيجة فعلية، ولكن دائما الحوار السياسي هو الأهم. وأنا برأيي أن أوكرانيا غير مستعدة للحرب، وتريد أمريكا أن تزجها بالحرب للقضاء على أوكرانيا بشكل نهائي والاستنزاف الدولتين لتطوي هذه الصفحة وتذهب إلى الصين. ولكن اللي يحصل أن ذكاء، يعني أنه هناك في دول تتدخل الآن، هناك دول تتدخل الآن لموافقة الطرفين، كما قلت تركيا هذه واحد من الدول، يمكن أن تأتي دول أخرى للتوافق. التوافق سيعطي الولايات المتحدة للتوافق، لأن الحرب فقط في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير هذه المنطقة اقتصاديا للخروج إلى الصين. فهذا ما تريد أمريكا، وهذا ما قاله بلينكين فعليا إلى لافروف، ماشي، قال فعليا أن نريد أن نذهب إلى الصين الآن للصعيد مع الصين، فأنت وافيت يعني بوشتة تقريبا. أشكرك وأتمنى أن تبقى الأجواء باردة كما هو الجو والطقس عندكم، بين لكي لا تتضرر لمصالح الجميع، منها إذا مصالح التركية وتصريحات الرئيس أردوغان بأنه لا أحد يتمنى دخول روسيا وأوكرانيا في حرب.